السلام عليكم جميعا. إن شاء الله محاضرة النهاردة هتكون an approach to understand the thoracic and the lumbar spine fractures. طيب، يعني كلنا أكيد عندنا فكرة عن thoracic and the lumbar spine fractures، وأكيد إحنا ذكرناها كذا مرة، وأكيد عرفنا كل الكلاسيفيكيشنز اللي فيها، وما زلنا متلخبطين، وما زلنا برضو لما يبقى فيه حاجات أسئلة سهلة وبسيطة ممكن نلاقينا مش عارفين نجاوبها أو مش فاهمين هي ليه حصلت كده يعني. فالمحاضرة دي بالذات أنا عارف إن أنتوا عارفين حاجات كتير منها، بس أنا حابب إن أنا هايلايتن شوية حاجات في المفهوم بتاع قرايتكم ليها. فأول حاجة كويس إن إحنا عندنا ثلاثة biomechanical regions في السباين، في الثوراسيك واللمبر سباين. ممكن نقسمهم من D1 ل D8، ومن D9 ل L2، ومن L3 لغاية السكرم. طب ايه فايدة التقسيمة ديت؟ فايدة التقسيمة دي ان احنا عندنا الثوراسيك ريجن ان كايفوسيس، واللمبر ريجن ان لوردوزيس. طب ده يفرق معانا في ايه؟ عندنا ان بتوين في الثراكو لمبر اريا، طيب اللي هي جانكشن ما بين الثوراسيك سباين وما بين اللمبر سباين. طيب دي ليها ميكانيكال كاركترستكس، والثوراسيك سباين له ميكانيكال كاركترستكس، واللمبر سباين برضو ليها نفس الحكايه. طيب اللاين اوف بودي ويت بينزل من C7 لغايه S1 فيرتيكالي. اجي انا اسال واشوف اشعه الاقي ان العيان ده عنده فراكشر دورسال سباين عند D7 وحصل له ويدج. عيان تاني عنده فراكشر عند L4 بس حصل له بيرست فراكشر. طب ده ليه حصل له بيرست فراكشر مع ان الاثنين نطوا من الدور الثالث ونزلوا على رجليهم؟ يعني حصل لهم اكزيال لودنج. الاكزيال لودنج ده عمل لهم كومبريشن، طيب عمل لهم كومبريشن انجري. بس عشان اللاين اوف بودي ويت ماشي قدام الثوراسيك سباين فهو بيعمل كومبريشن مينلي على الانتيرير كولم. طيب لكن هو لما يجي عند اللمبر سباين فهنلاقيه ان هو ستاتشنج الميدل كولم وسايب الانتيير كولم، فعشان كده بيحصل ويدجنج في الثوراسيك سباين ويحصل بيرست في اللمبر سباين. طيب قد ايه من الثوراسيك سباين الكونتريبيوشن بتاعه في الفراكشر سباين، وقد ايه من اللمبر سباين؟ طيب السنه تمر علينا كلها ممكن نشوف 5-6 ثوراسيك سباين، ممكن اشوف 4-5-6 لمبر سباين، لكن هشوف قصاد دول 30-40 فراكشر سباين في الدورسو لمبر اريا اللي هي بتبتدي من D9 لغايه L2 او من D10 لغايه L2. طيب والكومبليكيشنز بتحصل اكتر فين؟ بتحصل في المنطقه دي. طب ليه بتحصل في المنطقه دي؟ لانها دي جانكشنال اريا. جانكشنال اريا ما بين فيكسد ثوراسيك سباين مع الريب كيج فما فيش موفمنت، واللمبر سباين از موبايل بيعمل بندنج ناحيتين رايت وليفت وبيعمل فورورد فليكشن، وهي دي از ترانزيشن زون ما بين ريجيد اند موبايل سيجمنتس. عرفنا بقى ليه بيحصل ويدجنج في الثوراسيك سباين ويحصل بيرست في اللمبر؟ دي نقطه لازم نبقى عارفينها. ايه الكوزز اللي ممكن تعمل لنا فراكشر
للسباين عموما، يا اما تروماتيك يا اما باثولوجيكال. طيب تروماتيك تبقى زي ايه؟ تبقى الموتور كار اكسيدنت 50% من الفراكشر سباين، حالات الفراكشر سباين اللي انا اقع من على نخله او اقع من بكونه مثلا 25%، وعندنا الجات شوت انجريز 15%، والسبورتس انجريز العنيفه. سبورت انجريز العنيفه زي ايه؟ زي الدايفنج مثلا، زي الرجبي، زي الامريكان فوتبول، ممكن تعمل لنا سباين انجريز. ممكن تكون الكوز اوف انجري باثولوجيكال ديو تو انفكشن اور تيومر اور ديو تو اوستيوبوروزيس. طيب عشان موضوع شيق، هو الجان شوت انجريز واللي احنا ممكن نشوفه كتير بسبب الاضطرابات اللي احنا شايفينها، والناس اللي بتيجي، العيانين اللي بتيجي من ليبيا، والعيان ويعني الفايلنس بيزداد. ففي لازم في الجان شوت انجريز لازم اكون عارف الرصاصه بقت فين، عملت ايه، عملت كومبليت نيورولوجيكال انجريز ولا انكومبليت نيورولوجيكال انجري، ولا الانكومبليت ده هيبقى فيه بروجريسيف ديفيسيت. واكيد الرصاصه دي على حسب هي داخله منين، داخله من ورا، داخله من الجنب، داخله من قدام، يبقى لازم هي عدت على حاجات تانية، فلازم نسال على الباول انجريز. كل اربع في الجان شوت انجريز مع الايه، مع السباين انجريز، لازم اكون عارف الاربعه دول هي فين، عملت ايه، مشيت ازاي، وعورت ايه وهي ماشيه. طيب عاوزين لما احنا نيجي نتكلم نعرف الانسيدنس والمود اوف انجري. يعني ايه المود اوف انجري؟ يعني المانر اللي حصلت بيه الحادثه، اللي حصل بيه الانجري. طب ايه الميكانيزم اوف انجري؟ طيب لازم تعرف ال تو اكسبريشنز دول. لو انا جيت وانت قلت لي ده واحد نط من البلكونه، يبقى ده اسمه المود اوف انجري. ده واحد اتقلبت بيه العربيه، ده المود اوف انجري. طيب الميكانيزم اوف سباين انجري نقول عليه ايه؟ نقول بقى عليه كومبريشن. نقول عن اكزيال لودنج عامل الكومبريشن. نقول ديفليكشن ديستراكشن. نقول ان ده شير ويز روتيشن، او اي كومباينيشن من دول. لكن لازم تعرف الفرق ما بين الترمينولوجي، ما بين المود اوف انجري والميكانيزم اوف انجري. بعد كده هندخل بقى في الكلاسيفيكيشن، وندخل بقى في المانجمنت. طيب ايه الانسيدنس بقى اوف ايه ثوراسيك اند لامبر سباين فراكشرز؟ دول بيحصلوا 70 لكل 100,000 اوف ذا بوبيليشن. تحصل 80% منهم او 70% منهم از سوراكولامبر جانكشن، اللي هي من D10 لL2. طيب وليه الحته دي از مور فيرنبل؟ احنا قلنا قبل كده انها الكرايتيريا، الميكانيكال كرايتيريا بتاعتها. يوجوالي اللي بيحصلوا في المنطقه دي بيبقوا اسوشيتد ويز مالتيبل انجريز. 50% من الفلكشن ديستراكشن انجريز بيبقى معاهم فيسترال انجريز. ليه بيحصل معاهم فيسترال انجريز؟ لان التروما نفسها بتبقى هيوج تروما. يحصل له يعني يحصل له هيموثوركس، يحصل له ابدال انجري، يحصل له بلفيك انجري. كل ديت لازم تاخد بالك منها، من ايه؟ من الميكانيزم اوف انجري. اللي بيحصل منهم عنده سوراكو لامبر اريا 15% منهم بيبقى عنده نيورولوجي. و60 ولو في فراكشر ديسلوكيشن 60% of these patients هيبقى معاهم نيورولوجي. طيب اللي بيحصل ليهم انجريز اريا او
at the lumbar area, they have more favorable prognosis, more favorable neurological recovery. أول حاجة إن the size of the spinal cord بالنسبة للكنال الكنال بتاعت اللمبر اريا is wider واسعة. الحاجة التانية إن the vascularity is better below D10. عشان كده أنت لما تيجي لك upper thoracic spine injuries بيبقى mostly النيورولوجي is complete في أحوال كتيرة. كل ما ننزل لتحت النيورولوجي بيبقى incomplete. وبعدين below L1 الكودا equine nerve roots is predominating. طيب ليه lumbar area كمان is the incidence of fracture spine of lumbar area is is minimal لأن اللمبر فيرتبرا is bigger كمان الديسك is bigger فيستحمل stresses أكتر فالريزيستنس للتروما بتبقى أعلى يعني عندنا بادي كبير وعندنا ديسك يقدر يأبزورب مور فورس أكتر كمان الفاسيتس نفسها الأورينتيشن بتاعها بيتغير فما بيجيلناش فراكشر ديسلوكيشن عند اللمبر اريا زي ما بيحصل في الدورسو لمبر اريا او في الثوراسيك سباين. ثانيا واخيرا اللي احنا قلناه في الاول ان البادي ويت لاين بيمر في الميدل كولم والميدل كولم ده is stronger عن الانتيرير كولم. وعشان ده كله محتاجين تروما اكبر كمان اكثر عشان تبان ات L5S1. يبقى احنا دلوقتي فهمنا شويه حاجات فهمنا ليه انا بيحصل لي يعني ويدج مش بيحصل في الثوراسيك اريا وبيحصل لي بيرست في اللمبر اريا. الحاجه الثانيه الاربع اسئله بتاع الجان شوت انجريز لازم ابقى عارفهم، عرفت يعني ايه مود اوف انجري وعرفت يعني ايه ميكانيزم اوف انجري. والمود اوف انجري ده انا هسمعه من العيان او مع الناس اللي هم بيحكوا لي عنه هيوصفوا لي عنه، لكن الميكانيزم اوف انجري ده انا هبص في الاشعاعات واعرف هو حصل له ايه. طيب الـ associated injuries في الـ thoracic and lumbar spines 80% منهم عندهم multiple injuries 26 have head and face injury 16% major chest injury 10% they have major abdominal injury 8% have a long bone or pelvic injuries. زي ما انتم شايفين كده ده fractured spine as a dorsolumbar junction عامل compression على spinal cord وفي نفس الوقت في concomitant fracture calcaneum. ده معناته ايه؟ ده معناته ان هو لما وقع الاول على الفوت على الهيل عملت له fracture calcaneum وبعد كده هو الفورس بقت dissipate اللي فوق وبعد كده هو التروما وصل الفورس وصلت للي للفراكشر سباين. طيب احنا عندنا تو ترمينولوجيز لازم نعرفهم عشان احنا بنسمعهم كتير. يقول لك ده ستيبل ده انستيبل ده ستيبل ده مش انستيبل وانت متلخبط وبناء على ايه؟ العيان ده ما عندوش نيورولوجي خالص وبيقولوا عليه ان هو انستيبل والعيان ده عنده نيورولوجي وبيقولوا عليه ان هو ستيبل. طب ازاي هما بيتكلموا كده؟ انا مش فاهم. طيب ايه بقى الترم دوت؟ طيب لازم نعرف حاجتين، احنا عندنا نيورولوجيكال ستابيليتي يعني انا كشفت على العيان لقيت عنده كلينيكالي ما عندوش حاجه يبقى هو ده neurologically stable.
عظيم لقيت عنده incomplete neurology، يبقى ده neurologically unstable. طيب ايه فايده اللي انا اعرف الحكايه ديت؟ فايدتها كبيره جدا، لان معظم الكلاسيفيكيشنز بتوصف الكسر بس، ما بطلعش منها بحاجه. افضل انا افكر اقول انا هعمل العيان ده هعمله هو بناء على ايه؟ عشان هو مكسور في الاشعه. طيب بس هو العيان ما فيهوش حاجه، افضل في الدايليما ديت. معظم الكلاسيفيكيشن ما بتاخدش النيورولوجيكال ستاتس اوف ذا بيشنت انتو كونسيدريشن. طيب السباين ستابيليتي هم يقولوا لي اه ده لو كان اقل ويدجنج اقل من 50% ده ستيبل، ده كذا ده انستيبل. نو، في حاجه اللي انت لازم تعرفها ان هو العيان ده جالك في الاستقبال، جالك في تروما، فانت بتتكلم دلوقتي على ايميديت ستابيليتي. طيب بعد شويه قلنا ان العيان ده يمشي كونزرفتيف، جالنا بكايفوسس بعد كده هو، فده برضو ميكانيكال انستابيليتي، بس دي ريموت انستابيليتي. اوكي، فالسباين ستابيليتي لازم تبقى عارف ان في ايرلي سباين ستابيليتي، ليت سباين ستابيليتي. الاثنين دول لازم انت تفكر تحطهم انتو يور كونسيدريشن وانت بتاخد ديسيجن. يبقى احنا هناخد السباين ستابيليتي وهناخد الكلينيكال نيورولوجيكال ستابيليتي، والاثنين دول ما ينفعش ان هم يبعدوا عن بعض في الديسيجن ميكنج بتاعنا. دي برضو نقطة مهمة تضيفها على النقط اللي احنا قلناها قبل كده. ناخد كده اكزامبل، احنا عندنا ولد عمره مثلا 8 سنين. الولد ده جاله فراكشر دورسال سباين. فهو دورسال سباين عشان متحوط بالايه؟ بالريب كيج، فهو ميكانيكالي ستيبل. طيب عظيم جدا، الولد ده عنده كومبليت نيورولوجيك انجري. نعمل له عملية ولا ما نعملوش؟ بالداتا ديت نعمل له ليه؟ لانه في الاول خالص قلنا هي از ا جروينج تشايلد كويس، فهو از بوسيبل انه يديفلوب كايفوتيك ديفورميتي ان فيوتشر. اوكي، طيب جالي واحد ادلت عنده فراكشر دورسال سباين ذا سيم وميكانيكال ستيبل وعنده كومبليت نيورولوجيكال انجري، اعمل له عمليه ولا ما اعملوش؟ ما عملوش. الديسيجن هنا اتغير في ايه؟ اتغير ان سن العيان هو اللي اختلف، فده خلاني اخد قرار مختلف عن اللي هو اخدته في الطفل الصغير. فالفاكتورز governing الديسيجن ميكينج has to take into consideration many factors: the spine stability والneurological stability. لو لقينا واحد عنده minor fracture أو wedge fracture في dorsal spine، بعدين لقينا multiple rib fractures عنده associated وما عندوش neurological injury، نعمل له عملية ولا ما نعملوش عملية؟ ال decision اللي احنا نعمل له عملية. طب ليه نعمل له عملية؟ لأن هنا السباين is becoming unstable، عندنا multiple rib fractures، عندنا multiple injuries، ما عندناش neurological recovery، ما عندناش neurological injury، لكن السباين is unstable. وممكن ان هو يتحرك. طيب يبقى احنا لازم نعرف يعني ايه instability. طيب instability it's a supraphysiologic spinal movement that occur under normal physiologic loading due to insufficiency of the supporting structures. So there is a possible damage to the spinal cord or to the nerve roots or developing incapacitating deformity or developing severe pain. يعني العيان اللي عنده fracture spine وجاي يقف بيتوجع، فده معناه ان هو طول عمره بيقف، ما مش موجوع، لكن احنا حطينا السباين اندر نورمال فيسيولوجيك لودنج، بقى في سوبرا فيسيولوجيك سباينال ريسبونس. معنى كده هوت
ده الـ definition of instability. طيب عاوزين نشوف ايه الـ mode of injury. كويس. mode of injury احنا عملناه قبل كده، لكن الميكانيزم اوف انجري هو سوري العنوان ده غلط. الميكانيزم اوف انجري اللي هو اكسيال لودنج، اكسيال لودنج فورس، واحد وقع من فوق فحصل له كومبريشن. الكومبريشن ده اكوردنج للحته اللي ماشي فيها، ماشي انتيرير لل ثوراسيك انتيرير للسباين، فهو يديفلوب كومبريشن فراكشر. لو هو مشي في الميدل كولم هيديفلوب البرست فراكشر. طيب what do we mean by burst fracture؟ البرست فراكشر ده it's by definition معناه ان الفراكشر لاين is reaching the posterior vertebral body wall. ده البوستيريور فيرتيبرال بادي وول. اوكي، لو احنا بصينا هنا اهوت هنلاقي ان هو ديسربتد هنا. انا ممكن اشوف ان الفراجمنتس هنا اوف ذا فيرتيبرال بادي كلها اوبوزيت ايتش اذر، مش بعيده، مش بعيده، مش متفرتكه عن بعضيها. بس ده اسمه الديجري اوف كومينيوشن. عظيم. ممكن يبقى كومينيوتد بس مش واصل للبوستير فيرتيبرال بادي وول. لو هو هير لاين وماشي وواصل للبوستيريور فيرتيبرال بادي وول هسميه برضو بيرست فراكشر. والبيرست فراكشر ممكن يبقى كومينيوشن هنا كده زي ما هو شايفين، فيبقى ده هنسميه ميجور بيرست. وممكن يبقى هير لاين بس واسميه ماينور بيرست. بس في الاول وفي الاخر لازم نبقى عارفين الفرق ما بين ويدج ده ماشي في الانتيرير كولم، ما جاش ناحيه الميدل كولم. طيب لما جه ناحيه الميدل كولم يبقى لازم البوستير فيرتيبرال بادي وول بقى ديسربتد. كويس، فبقى اسمه بيرست فراكشر. طيب في عندنا كمان روتيشنال اند الشير فورسز، وفي عندنا الفليكشن ديستراكشن فورس. ده دياجرام بيورينا الكمبريشن فورس الماشي انتيرير، وده بيورينا الفليكشن الروتيشن مع الكمبريشن. طيب ايه الدياجرام اللي على الناحيه دي دوت؟ ده بيبين لنا الشير فورس حصل ديسبيسمنت، وده لازم يبقى معاها فراكشر في الفاسيت او ديسلوكيشن في الفاسيت ان اني دايركشن. ممكن يكون معاها كومبريشن من قدام او فليكشن من قدام، هيبقى في ديسربشن. الشير فورسز عشان يحصل ان شير فورس لازم في ليجامنتس تتقطع. كويس، ده معناه ان السباين هاز بين سبجكتد تو ا ميجور تروما. دلوقتي العيان وصل المستشفى او لسه في عربيه الاسعاف في السين اوف ذا اكسيدنت. كويس، الايم بتاعنا از تو deliver him safely and rapidly to the hospital in a stable condition. طيب كل العيانين ال unconscious they are spine patients. كل العيانين اللي تعرضوا ل high energy trauma they are spine patients. كويس، لو عنده اي neurological deficit he is a spine patient. لو عنده multiple injuries he is a spine patient. كويس، by default كده زي اي واحد اليومين دول زوره بيوجعه هو كورونا until proved otherwise. برضو اي عيان كوماتوست، اي عيان عنده هاي انرجي تروما، تعرض لحادثه كبيره، عنده نيورولوجيكال ديفيسيت، عنده مالتيبل انجريز، هو هي از سباين انجري بيشنت، يو هاف اي تو دو ذا سيرفي فور هيم. خدنا منه الهيستوري، حطينا العيان، عرفنا منه المود اوف انجري، وعرفنا البوزيشن بتاع العيان، شفنا اذا كان عنده اي موتور اور سنسوري. كويس، عرفنا اذا كان حاطط حزام ولا مش حاطط حزام. شفنا العيان لازم نشيل كل ايه all clothing should be carefully removed.
any bleeding abrasions or lacerations. نشوف في limp asymmetry عشان نكتشف ان عنده fracture pelvis ولا لا او fracture او deformity في lower limbs. بس نشوف اذا كان في voluntary limp movements ولا لا ونشوف اللي movement of the chest as we said before ان عندنا measure 25% منهم بيبقى عندهم chest injuries. بعدين we palpate the spine, we remove the cervical collar after excluding in the cervical spine injury. شوف في اي tenderness عند thoracic spine, في interspinous widening, malalignment of the spinous processes, كل ده by palpation. تحط ايدك من ورا وتحسس ال spinous processes من غير ما تقعد تقلب العيان اذا كان في step محسوسه ولا لا عشان الايه؟ الفراكشر ديسلوكيشن. بعد كده اهوت بنعمل العيان نيورولوجيكال اكزامينشن نشوف سنسوري ايفالويشن وموتور ايفالويشن ونشوف الريفلكسز. طيب الكريماستيريك ريفلكس ده مهم ليه؟ لان احنا بنفرق بيه اذا كان العيان ده الابر ثوراسيك سباين لان بيبقى نعمل له سكراتشنج على ميديال اسبكت اوف ذا ساي ميديال او ونشوف السكروتال موفمنتس. لو هي ما اتحركتش يبقى ده عنده upper motor neural lesion يبقى ده عنده higher thoracic injury او ان هو يتحرك على ناحيه واحده يبقى ده lower motor neural lesion يبقى الليفل بتاعنا تحت. sacral what's meant by sacral sparing. sacral sparing ان يكون في perianal and perineal sensation or perineal sensation في rectal tone في big toe flexion flexion لان ده معناه ان there is some sacral sparing. طيب neurological examination الفايده من neurological examination ان حضرتك بتحدد ان العيان ده يا اما neurologically intact يا اما neurologically has a complete neurological injury or incomplete neurological injury. ثلاثة فاكتورز دول لازم الأسئلة دي تبقى في بالك على طول. ده intact يعني إيه intact؟ يعني عنده complete motor and sensory power intact. يعني إيه complete neurological injury؟ يعني ما عندوش motor أو sensory below the level of injury. Incomplete يعني في preservation even any sacral sparing or rectal tone it will give you some hope. The definition of a complete is a no function below the level of injury, absence of sensation and voluntary movement, and S4-5 distribution. Incomplete presentation of distribution and voluntary control of the anal sphincter. Right. And then a two classification, مشهورين قوي, الاشيا grading system, اللي هي upgrading للclassification اللي قبل منها اللي هي الفرانكل كلاسيفيكيشن. A is A present complete injury وال E present a normal person. يعني normal E انا ما اقول عيان is motor and sensory function normal اما ال A فما عندوش لا motor ولا sensory. طيب دي البي والسي والدي. طيب الدي عنده motor function below the level of injury but the motor power اقل من 3. الموتور باور more than 3 اقل من اكتر من 3. طيب السي الموتور function is preserved below the neurological injury and the majority of the key muscles have a gray muscle grade less than 3. كويس البي يعني كل ما بنتحرك من الاي للاي بنتحرك للاسوء. البي ده سنسوري بس ما فيش موتور فانكشن بلو ذا ليفل. ايه عيب الكلاسيفيكيشن وعشان كده عملوا الايشيا جريدنج سيستم ان فرانكي ما كانتش بتاخد ما بتتكلمش على نيورولوجيكال ليفل ولا بتتكلم على الايه على البلادر اند باول فانكشن. طيب احنا السباينال كورد انجريز
اللي هي هتبقى من اول في اي منطقه من اول السيرفايكال دورسال لغايه اللور اند اوف ذا كورد، بعد كده تحتيها يبقى عندنا ايه كودا ايكوينال ليجنز، يعني شويه نيرف روتس ممكن اللي هي تتاثر. الكورد بيبقى انتهى تحت L1، الكورد انتهى. طيب فالسباينال كورد انجرز احنا هنبقى يا اما كومبليت ترانسكشن، فهيبقى تحتيه كومبليت انجري مفيش موتور ولا سنسوري تحت، او انكومبليت ترانسكشن. الانكومبليت ترانسكشن في الثوراسيك اريا هنقسمه لانتيرير كور سندروم، سنترال كور سندروم، بوستيرير كور سندروم، برامسي كار سندروم. الانتيرير اوحشهم، السنترال بيأفكت الميديال بارت من الكورتيكو سباينال تراكت، والبوستيرير بيأفكت الجراسيل والكينيت تراكت، والبراون سيكار سيندروم بيأفكت الموتور والبروبيوسبشن على ناحية الإبسي لاترال، وبيأفكت البين والتمبرتشر كونترا لاترال. دي حاجات لازم فاندمنتلز في وانت بتقيم اي عيان فراكشر سباين. تاني حاجة كمان لازم ان انت تبقى عارف الكروس سكشن بتاع السباينال كورد، تبقى عارف انتيرير وبوستيرير فين، وان ده الجراسيل ودي كيونيت، وان احنا عندنا كورتيكو سباينال تراكت اتنين، الفنترال كورتيكو سباينال تراكت، وعندنا اللي السباينو سلاميك تراكت، وكل واحدة من دول فيها فنترال ولاترال، ودي فنترال ولاترال. اوكي، والانتيريور سباينال ارتري هنا، والانتيريور سباينال انتيريور كور سندروم بيأفكت تلتين الكورد اللي هو اللي قدام ويسبير اللي ورا، واوحشهم هو الانتيريور كورد سندروم. احنا قلنا الحاجات دي في محاضرة السيرفايكل، بس لازم دايما وان احنا بنتكلم على اي فراكشر سباين احنا نبقى ده يبريزنت ايه، ده يبريزنت وده يبريزنت ايه، ده السنترال، ايه ده السنترال، بي ده الانتيرير، ده البوستيرير، ده البراون سيكار سندروم. طيب ايه اهميه البالبو كافرنوزز ريفلكس؟ بالبو كافرنوزز ريفلكس ات دينوتس ان الستيج اوف سباينال شوك هاز بين اندد، وان احنا دلوقتي ان وات وي كان جيت فروم ذا انال سفنكترز كونتراكشن از فروم ذا لوكال اكسون ريفلكس ليفل. سو السباينال كورد انجرز وين ات كمز تو ذا ثوراكولومبر ريجن ات برينج معناها سبيرنج اوف سنسيشن اند ذا موتور باور، لكن في لوس اوف بلادر اند باول كونتراكشن. Spinal cord injuries في lumbar region here ما فيش كورد هنا هو تعتبر كودا ايكوينا سندروم. طيب عاوزين نشوف بقى ايه نعمل العيان ده، خلصنا الكلينيكال اسمنت بتاعته وبعد كده هو طلب نعمل له اشعاعات. فاول حاجه بنعملها ايه البايل اوف انفستيجيشنز اللي عندنا؟ احنا عندنا بلين اكس رايز، وعندنا سي تي، وعندنا ام ار اي. طبعا مفيش حاجه واحده منهم تغني عن الثانيه، وكل واحده لازم تدور على معلومات فيها. بيزيكلي انت يو كان جيت معلومات كتيره من البلين اكس راي. طيب نيجي هنا نشوف، نبص كده على اول اشعه. هنا احنا هنا شايفين ايه؟ شايفين ان الانجري most probably عند L3 اللي هي ديت. كويس، ايه اللي حاصل فيها؟ هنلاقي هنا هو في list of the lumbar spine، هنلاقي ان هنا pedicle وهنا pedicle، المسافة ما بين البيديكل دي والبيديكل دي غير المسافة اللي ما بين البيديكل دي وما بين البيديكل دي. طيب يعني هنا هو الدنيا واسعة شوية. Aligned، جميل عظيم. بعدين بصينا في اللاترال اكس راي، ف
فلقينا الحكاية ديت، لقينا الفيرتبرال بادي دي كويسة، لقينا الفيرتبرال دي بادي دي ويدجد من قدام، وبعدين لقينا ان السباينس بروسيسز هنا مفتوحة، وان الفراكشر لاين ماشي من ورا لقدام. فقمنا احنا عرفنا من الأشعة دي شوية حاجات، عرفنا ان ده فليكشن ديستراكشن انجري، في انتيرير كومبريشن وفي بوستيرير ديستراكشن. اوكي، يعني وان البوني، وان ده اتس بوني تايب اوف ايه، فليكشن ديستراكشن. طيب جينا هنا بصينا على الاكس راي ديت، لقينا في الاكس راي ديت ان فيها ويدجنج، والويدجنج ده اذا قارنته باللي فوقيه واللي تحتيه كويس هتلاقي ان هو ايه، مور ذان 50% اوف ذا فيرتيبرال بادي. هتبص هنا على البوستيرير فيرتيبرال بادي وول وتقارنه باللي فوقيه واللي تحتيه هتلاقيه برضو كومبريست. طيب جميل، ماشي الحال. يبقى احنا عندنا هنا اكسيلري فورس على كومبريشن كويس افكتنج الانتيرير والميدل كولم. طيب استفدنا ايه؟ طب نبص كده على البلين اكس راي برضو، هنا بصيت على البيديكل دي، بصيت على البيديكل دي، طيب بصيت على البيديكل دي وبصيت على البيديكل دي، لقيت الانتر بيديكلر ديستنس بينهم واسعة. بصيت على الهايت على السوبير اند بليت وبصيت على الانفير اند بليت، لقيتهم الاثنين قريبين من بعض، ولقيت الهايت بتاع الفيرتيبرال بادي دوت از ريديوسد. طيب البيديكلز فين؟ البيديكلز مكانها هنا في الصوره دي، ادي البيديكلز اهيت. لما الاقي ان المسافه ما بين التو بيديكلز كده وسعت، يبقى انا عرفت ان الانتير كولم ده هبط، البوستيرير كولم الميدل كولم ده برضو اتخبط، فانا قدامي ده بيرست فراكشر. اوكي، طيب قمنا بعد كده هو شفنا حاله ثالثه، لقينا في البلين اكس راي ايه، نبص كده لقينا ان النيورال فريمن هنا واسع، الفيرتبرا اباف لا هنلاقيها فليكسد، والفيرتبرا بيلو المسافه اللي ما بينهم دائت الانترفيرتبرال ديسك. معنى كده ان عاوزين برضو نبص هنا اهو، نلاقي ان الانفيرير فيرتبرال بادي لاين از ستريت، والانفيرير والبادي انفيرير فيرتبرال بادي لاين هنا برضو از ستريت. جميل، نيجي لده هنلاقي ان الديسك ان بتوين هاز بين كراشد، والسوبيرير اند بليت هنا هاز بين كراشد. طيب يبقى انا اقول ده ايه، هسمي الميكانيزم اوف انجري هنا ايه، هسميه فليكشن ويز ايه، والشير فورس كويس، لان غالبا عشان النيورال فريمن ده يوسع كده كويس يبقى لازم الفاسيت هنا يا اما حصل ديسلوكيشن يا اما حصل ان الفاسيت هنا مكسور. طيب جميل، او ما انا راجع ورا هنا ابص على السباينس بروسس دوت، بدور على السباينس بروسس دوت كويس واشوف ايه اللي حصل فيه. غالبا ان السباينس بروسس هنا اتغيروا، هنا اتغيروا المسافة هنا غير المسافة هنا، وهنا قريبين جامد من بعض. طيب عظيم جدا، اقدر اقول ان هنا في روتيشن ولا ما اقدرش اقول ان هنا في روتيشن؟ ما اقدرش اقول ان هنا في روتيشن. ليه ما اقدرش نقول في هنا روتيشن؟ لان ببساطة الفيرتبرال اند بليت اهو زي القلم الرصاص مرسوم، هنا مرسوم زي القلم الرصاص، هنا زي القلم الرصاص مرسوم، وهنا نفس الحكايه، فما فيش روتيشن. طيب هنشوف الروتيشن في سلايد تاني. طيب ايه رايكم في دوت؟ ده سيتي كويس عملناه، فطلعنا منه بمعلومات تانيه، طلعنا منه ان هو في كومنيوشن في الفيرتبرال بادي، طلعنا منه ان هنا في البوستيرير فيرتبرال بادي وول از ديسربتد، فده بقى بيرست فراكشر.
لكن طلعت منه بحاجه كمان، ان اللامينه هنا مكسوره، فبقى عندي افكشن في الانتيرير وفي الميدل وفي البوستيرير كولم. هل ده هيفيدني؟ اه ده هيفيدني. اوكي طيب، بعد ما كل المعلومات اللي احنا عملناها ديت، ايه بقى احتياجنا للام ار اي؟ لا، الام ار اي برضه مهم عشان يكونفيرم از الانجري تو ذا كورد او تو ذا نيرف روس او للسوفت تيشوز اللي هي الليجامنتس، وبعدين الليجامنتس اللي احنا بندور عليها هم اربعه ليجامنتس: الانتر سباينس والسوبر سباينس والفاسيت كبسول والليجامنتم فليفم. ويقدر يبين لنا اذا كان في هامرز جوه السباينال كورد او إديما. اوكي طيب، دي ام اي ده ال تي 2 اوف اي فراكشر فيرتبرال بادي 5 4 3 2 1 او دي 12. استفدنا ايه بقى هنا من ال من من ال من الام ار اي؟ واحد، هو ورانا ان في كومبريشن على الكورد، ورانا ان احنا عندنا الديسك اباف والديسك بيلو از انتاكت، ورانا ان السوبيريور اند بليت هاز بين ديستربتد وان في هيرنيشن اوف ذا ديسك ماتيريال في السوبيريور اند بليت. كويس، طيب احنا نعرف من هنا ان هو ان موست بروبلي ان الميكانيزم اوف انجري هو از كومبريشن انجري. استفدنا ايه كمان هنا اهوت من السيد من الـ من الـ من الجريد تكنيك؟ انه ورانا النيرف روت هنا، انه ورانا النيرف روت هنا، ورانا السباينال كورد، ورانا الويتس اوف ذا سباينال كانال. دي بلين اكس راي برضو لعيان عنده فراكشر سباين اوف L1، يعني في الدورسو لمبر اريا الجنكشنال اريا. ايه المعلومات اللي انا اقدر اوصلها في الـ في الـ من البلين اكس رايز ديت؟ اقدر اوصل ليها ان العيان ده ما تعرضش للروتيشنال انجريز. ليه؟ كل الترانسفيرس بروسيسز ار انتاكت، ما فيش اي انجري فيهم، الريبس ار انتاكت بينالي. كويس، العيانه دي دي البيديكل ودي البيديكل، المسافه ما بينهم واسعه، يبقى الانتر بيديكلر ديستانس كبيره، يعني معناها ان انا الميدل كولم هاز بين ديسربتد، معناها ان انا عندي بيرست فراكشر. بصينا في البلين اكس راي، ات شود نوت ديسيف مي ان دوت مش بيرست فراكشر، عشان انا شايف ان هنا ويدجنج وان الارتفاع اقل من 50 اكتر من 50%. نو no. لازم ابقى اخد كل المعلومات، ده اتس بيرست فراكشر. ليه اخد كل المعلومات دي؟ عشان انا في الاخر لازم احطها واعرف انا هعمل العيان ده عمليه ولا ما اعملوش، تعمل له عمليه ولا ما تعملوش، مش عارف ايه. طيب ايه الكرايتيريا؟ اعمل له ليه وما اعملوش ليه؟ اعمل له من قدام ولا ما اعمله من ورا؟ طيب احنا هنا اهوت في البلين اكس راي عاوزين نشوف، كان زي ما انتم شايفين هنا ان في سم كايند اوف روتيشن. انت شايف هنا قرص مدور وهنا تحت قرص مدور. كويس، يبقى العيان ده حصل له روتيشن في الانجري بتاعه، ممكن يكون عنده فليكشن ويز روتيشن، ان ده مش الايه مش الطبيعي في التصوير بتاع العيان، بروفايدد ان التكنيك كان مظبوط. طيب احنا قلنا قبل كده ان الفليكشن ديستراكشن انجري، احنا شفنا السلايد ده فراكشر لاين اهو ماشي في السباينس بروسيس، ماشي في البيديكلز، ماشي وواصل للفيرتبرال بادي، عظيم. وبعدين هنا اهوت قمنا رايحين لقينا واحد زيه بالظبط، لقينا واحد
زيه. بالظبط، بس ده ليجامنتس. انا مش عارف اذا انت سامعني ولا لا. هو الصوت راح بس لمدة 10 ثواني أو 20 ثانية يا فندم. مش عارف، انا حاسس ان انا في حاجه مش عارف. طب anyway كويس، ده فليكشن ديستراكشن انجري، ده ليجامنتس تايب. انت حضرتك مش شايف فراكشر لاين، بس شايف معلومه مهمه قوي هنا، ان الديسك انتيرير زيه زي اللي فوق انتيرير، بوستيرير ما هواش زي ده، فالديسك ده اتفتح، فالانجري هنا مرت الفراكشن الفورس مرت ثرو الانتر سباينس ليجمنت، مشيت ثرو ذا ديسك، قطعت الديسك وطلعت وكملت لقدام. فده اتس ليجامنتس تايب اوف فليكشن ديستراكشن. ده اوف فليكشن ديستراكشن انجري اللي هو تشانس فراكشر، وده البوني تايب اوف تشانس فراكشر. مش عارف اذا كان الصوت ولا الو. يا دكتور وسام. سامعني محمد؟ سامعك يا فندم، اتفضل. كويس. طيب ده سي تي، دي ساجيتال ساجيتال كات في فراكشر سباين، دي 5 4 3 2 1 12 11 10. يبقى ده اتس ا فراكشر ديسلوكيشن اوف دي 10 اوفر دي 11. What do you expect ان اللي حصل ده هنا؟ اللي حصل ان العيان ده اتعرض لشير فورس، الشير فورس ديت كراشد الديسك، كراشد السباينال كورد ان بتوين، وعشان يحصل لازم يكون في حصل انجري للبوستير كولم والبوستير ليجامنتس كومبلكس. So دي الترمينولوجي اللي انتم متعودين تسمعوها، اللي هي الفراكشر ستابيليتي، نيورولوجيكال انجري اند ليت ديفورميتي. بس انا بفضل ان احنا نقول سباين ستابيليتي ايرلي وليت ونيورولوجيكال ستابيليتي. فالعيان نيورولوجيكال انستابل، يبقى انت عندك نيورولوجي. نيورولوجي ده بقى نتكلم فيه كومبليت ولا انكومبليت، والانكومبليت ده نشوف بقى هل هو روت ولا هو ايه اكتر من كده. طيب الكلاسيفيكيشن، طب هي الكلاسيفيكيشن كلها مربكه يعني. عندنا دينيس 3 كولم سيستم، مستر دينيس ده قال كذا وكذا وكذا وكذا، و هنشوف هو قال ايه. هو قسم الفيرتبرال بادي انتو انتيرير 2 ثيرز وبوستيرير 1 ثيرد الفيرتبرال بادي، و posterior column. ال posterior column بيبتدي من عند الفاسيتس لورا، ال posterior longitudinal ligament included في الميدل column، ال anterior longitudinal ligament included في ال anterior column. طيب هو احنا ما استفدناش حاجه بصراحه من الحكايه ديت، لان احنا قدرنا ان احنا نقول ده ال anterior ده الميدل، لكن بالنسبه للعيان هنعمل له عمليه امتى؟ مش عارفين. هو قال ان اي حاجه تيجي في الميدل كولم، الميدل كولم ده مهم جدا فور ذا ميكانيكال ستابيليتي، يبقى لازم نعمل له عمليه. بس برضو ما حطش النيورولوجي بتاع العيان في الموضوع. معظم الكلاسيفيكيشنز عملت الحكايه دي. اللي احنا لازم نوضحه ان الاستابيليتي ديبندز مش على البون، ديبندز مينلي على الليجامنتس. فاحنا عندنا الترمينولوجي بتاع البوستير ليجامنتس كومبلكس اللي هو الفاسيت كبسول، ليجامنتم فليفم، سوبر سباينس ليجامنتس، انتر سباينس ليجامنتس، ده مهم جدا. اي حاجه هتحصل فيهم معناها ان انت ممكن يحصل لك ديفورميتي بعد كده، معنى كده ان كفه الجراحه هتزيد في الاول. كونه يبقى انتاكت هيخلي كفه الكونزرفتيف تريتمنت تبقى موجوده. اوكي طيب، فاحنا دي التقسيمه بتاعته مش هنقف عندها.
لان انا مش مغرم قوي يعني، مش هو الهدف اللي انا اقول classifications او اللي انا اوصف الفراكشرز وان هو ده affecting the anterior part، ده affecting the superior end plate، ده affecting the inferior end plate، ده within the vertebral body، وان في major types وفي minor types، major types the burst fractures، كل ده مش بيغير في او بيفيد بيكشف على العيان. لكن في حاجات مهمه، ده السيت بيلت انجز اللي احنا قلناها، ليجامنتس والبوني تايبس، وده الفراكشر ديسلوكيشن، فليكشن او فليكشن وذ شير او بيور شير، والايزوليتد ماينور دنس، ده ماينور انجز بالنسبه له كانت الترانسفيرس بروسيس والارتيكولار بروسيس والبارز انتر ارتيكولاريس or the spinous process. A load sharing classification, it's another useful classification, بس برضو it's a radiological classification. أهميتها أساساً إنها بتأسس ال damage to the vertebral body, بس it's not reflected على ال importance of the ligaments. فهي ما بين حضرتك هتعمل plain X-ray, هتعمل CT, وتعمل MRI، وبعد كده هو هتبتدي to classify the fractures according to the degree of comminution، the degree of apposition of fragments، يعني الفراجمنتس متبعترة عن بعضيها ولا هي ملمومة أو قصاد بعضيها، ولا الكمبريشن بتاعها هيبقى قد إيه ويديني ليد ديفورميتي قد إيه. هما التلاتة comminution apposition kyphosis وبيقسموهم لمايلد ومودريت وسيفير، كل واحدة بيدولها مايل مودر سيفير، مايل مودر سيفير، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، وبعدين يجمعوا الثلاث كل ايتم من دول تسعة ويدولوا بوينتس، لو هو عدى الستة يبقى نعمل له عملية. مش طيب، هنقول بعد شوية حاجات تانية. طيب في برضو الراديوغرافيك كريتيريا فور انستابيليتي، كويس اللي احنا ممكن ناخدها اللي هو الكيفوسس اكتر من 20%، والloss of height of vertebral body أكثر من 50%، multiple vertebral fractures، أو في لو كان في dislocation، أو في retropulsion fragment أكثر من 50% من the spinal canal. الO classification معقدة جدا، ويعني برضو descriptive، يعني يعني for academic purposes أكتر يعني، وإن هم مقسمينهم لcompression وdistraction وaxial torque. Actually أنا ما بستعملهاش خالص، كويس، لكن إحنا عندنا classification مهمة جدا. It's a combination ما بين radiological والclinical، اللي هي سوراكو لامبر injury classification and the severity score. يعني لازم اعمل clinical examination للعيان، وفي نفس الوقت اعمل له radiological investigation. طيب ايه بقى الclassification دي؟ It's a kind of a scoring system. دلوقتي احنا قلنا لو العيان ده حطينا الميكانيزم of injury، قلنا compression هنديله 1 point، لو حصل اللي انا شايف الديستراكشن زي الشانس لايك فراكشر هنديله 3 بوينتس، لو في ترانسليشن او روتيشن هنديله 3 بوينتس. ده هنوصل له من البلين اكس راي. طيب هنيجي للنيورولوجي بتاع العيان، هنلاقي ان العيان ده كومبليتلي انتاكت فهنديله 0، لو عنده نيرف روت هنديله 1، لو هو كومبليت هنديله 2، لو هو انكومبليت هيبقى 3. طيب عظيم، بصينا على البوستيريور ليجامنتس كومبلكس، يا اما البوستيريور ليجامنتس كومبلكس ليجامنتس انتاكت هياخد 0، يا اما انجرد هياخد 3. وبعد كده هنبص على السباينال كولمز، انتيرير هياخد 1، ميدل هياخد 1،
posterior هياخد واحد. طيب بس هو عشان انتوا لو قريتوا قريتوا في كذا كتاب ممكن تلاقوا اختصارات للسكورينج سيستم دوت، بس الطريقه دي هي اسهلهم. يعني لو العين ده عنده انتيرو ميدل فده هياخد 2 بوينتس، عنده انتيرو ميدل بوستيرير فده هياخد 3 بوينتس، طلع ما عندوش طلع عنده نيرف روت هيبقى ياخد واحد كمان، يبقى كده بقينا 4. طيب وبعدين لقينا عنده الميكانيزم بتاع الانجري از ا كومبريشن فراكشر كده بقى 5. اوكي طيب البوينت سيستم ده التجميع بتاعته البي ال سي، لو انجر ده هياخد 3، انتير ميدل بوستير كولم هياخد 1 1 1، ترانسليشن والروتيشن هياخد 3، والديستراكشن هياخد 3، والكومبريشن هياخد 1، كودا ايكوينا هياخد 3، انكم كودا ايكوينا هياخد 2، ان الانكمبليت هياخد 3، الروت هياخد 1. طيب العيان طبعا هيمر بال ATL system، بعد كده هوت احنا هنعمل له الكلينيكال اكزامينيشن وي اسس ذا نيورولوجيكال ستيتس. دي ده دايجرام اللي احنا بنقوله. طيب استفدنا ايه بقى من الكلام ده؟ اكتر كويس، احنا عندنا دايلما، هنروح ناحيه السيرجري ولا هنروح ناحيه الكونزرفتيف، ولو سيرجري هنروح انتير ولا بوستيرير. طيب خلاص احنا عرفنا كويس ان الفراكشرز ويز 3 بوينتس اور ليس كويس هنعمل لهم نون اوبريتيف تريت. الفراكشرز ويز 4 بوينتس هنعمل لهم هنبقى محتارين نعمل ولا ما نعملش. الفراكشنز اللي اكتر من 5 بوينتس هنعمل لهم سيرجري. سهله؟ طيب عظيم، يبقى احنا عرفنا احنا بندور على ايه وما بندورش على ايه. دلوقتي ده جان شوت انجري كويس، العيان عمره 28 سنه، ده الاي بي وده اللاترال. هل حصل اي انجري للفيرتبرال وول؟ شكله ما حصلش اي حاجه انجري للفيرتبرال وول. طيب بس دي مش كفايه، ومن احنا عملنا له سي تي كويس، لقينا الرصاصه فين؟ جوه السباينال كانال كويس. هل عملت مشكله كبيره؟ لا. لو احنا بصينا كده ادي يعني دي الكودا ايكوينا، العيان ده كان عمره 28 سنه، الرصاصه دخلت من بطنه كويس، دخلت اوبليك عملت فقدت جزء من قوتها، دخلت في الفيرتبرال بادي واز ريستد ايه في السباينال كانال. العيان ده فورشنتلي كان نيورولوجيكالي فري. العيان ده كان عنده intestinal injury اتعمل له resection anastomosis، لكن زي ما انتم شايفين ان الفيرتبرال anterior column كويس، البوستيرير كولم البوستيرير الميدل كولم كان فيه disruption، فهو كان فيه disruption بس العين ما عندوش neurological injury، ligamentous complex كله intact، يبقى باي سكورينج هو ما يتعملوش حاجه، وده اللي حصل فعلا ما عملناش حاجه وعايش العيان ده كويس. طيب اللي عندنا عيان زي دوت عند اخد عندنا مينيمال ويدجنج او زانتير كولم، اخد واحد بعدين النيورولوجي انتاكت اخد زيرو، بي ال سي انتاكت اخد زيرو، الانتير كولم افكتد فاخد واحد، فيبقى ايه كولكتيفلي هو 2، فده يمشي ايه؟ يمشي كونزرفتيف. طيب
اقول له ان هو يرتاح لغايه البين بتاعه ما يقل، وبعد كده يلبس دورسو لامبر سبورت ويقدر يتحرك. طيب ده حاله تانية، ده الميكانيزم اوف انجري، اتس ا كومبريشن انجري، فهياخد واحد. النيورولوجي انتاكت فهياخد زيرو. طيب الميدل كولم هنا هو is not disrupted، او الميدل كولم هنا هو is not disrupted، لكن هنا هو هتشوف ان في انجري بسيط، فده minor burst فاخد ايه؟ واحد زائد واحد. posterior ligamentous complex intact فبقى totally هو ياخد ثلاثة، فالديسيجن بتاعه ايه؟ نعمل ولا ما نعملش؟ ممكن ما نعملش، non-operative. نشوف كده، ده unstable burst fracture، ده compression. طيب عنده neurology complete فأخد اتنين. PLC disrupted أو زي ما انتم شايفين هنا هوت white patch ديت high signal فأخد تلاتة. الانتير والميدل كولم واحد زائد واحد، لكن فايه الديسيجن ان هو total أخد ايه 8 points فهنعمل له surgery. شوف ده burst fracture، ده major burst. لو احنا مشينا على low sharing classification فالفراجمنتس مش متبعترة كويس، والposterior يبقى عندنا تير وميدل كولم. طيب نشوف كده اذا كان عنده نيورولوجي ولا لا، او عنده complete نيورولوجي فاخد اتنين كويس. ال PLC intact فاخد زيرو. Anterior middle column disruption فاخد واحد زائد واحد، يبقى التوتال بتاعه كام؟ التوتال بتاعه 5 points، يبقى ممكن نعمله وممكن ما نعملوش. كويس، ده زي ما انتم شايفين ده translation with rotation، فده اخد ثلاثة. Expected ان ده يكون عنده complete neurology فبقى واخد ايه؟ اتنين. ال PLC لازم هيكون مقطوع فهياخد تلاتة كويس. وال anterior column is affected فهياخد واحد، فالتوتال بتاعه 12، يبقى ده for surgery. دي أهمية ال classification، ال TLX classification هي لصاحبها بروفيسور فاكارو، و انا الفيل انها من احسن الحاجات اللي ساعدتنا في الديسيجن ميكينج rather than الكلاسيفيكيشنز اللي كان كلها مورفولوجيكال ديسكريبشن. فاحنا وي ار اسيسنج النيورولوجيكال الانجري والليجامنتس ستاتس بلس الموديفايرز. الابروتش سيلكشن هيعتمد على الثلاثه فاكتورز دول، هنروح انتيرير ولا هنروح بوستيرير. لو العيان ده عنده النيورولوجي انتاكت والليجمنت البوستيرير ليجمنتس كومبلكس از ذير، فده هنروح للبوستيرير. انا اي وود لايك يو ان احنا نحط لكم الدايجرام دوت. العيان لو كان نيورولوجيكالي انكمبليت وفي ليجامنتس انجري، في ليجامنتس انجري، يبقى هنروح قدام وورا او نروح قدام بس. لو كان مفيش ليجامنتس انجري من ورا فهو ستيبل من ورا فهنروح قدام. عيان كومبليت عنده كومبليت نيورولوجيكال انجري هنروح بوستيري. في جدول البسيط دوت احنا كاتبين انه لو اخذ ثلاثه هيبقى نون اوبرتيف، اخذ اربعه أو خمسة هيبقى أربعة على حسب الكلاسيفيكيشن اللي أنت هتقراها في تيليكس ديت، لأن الكتب بتختلف فيها. فممكن يمشي أربعة أوبريتيف نون أوبريتيف، خمسة أوبريتيف نون أوبريتيف، لكن لو أخد ستة في أي حتة هيبقى أوبريتيف على طول. طيب بصوا بقى كويس،
احنا هنروح امتى posterior؟ احنا هنروح posterior لو كان عندنا العيان ده يما عنده complete injury يما عنده intact neurology. العيان عنده complete injury وparalyzed ما عندوش motor ولا sensory هنروح posterior. لو هو neurologically intact هنروح posterior. كويس؟ نروح امتى anterior and posterior لو ال PLC disruption و incomplete. نروح امتى anterior لو PLC intact والعينة عنده incomplete neurology. ده it's an approach to decide how to go. دي examples العينين اتعملوا anterior عندهم fracture spine were instrumented by anterior spinal plates. Why do we miss some patients of fracture fractures? Low level of suspicions, failure to take preoperative proper radiographs, polytrauma, patient unconscious, intoxication. كل دي أسباب تخلينا sometimes to miss some patients. إيه هي complications of spine fractures? Neurological injury, the instability, the pain with deformity, and the complications of surgery. إيه بقى الحاجات اللي ممكن تخليني أغير الديسيجن بتاعي في العيانين؟ الحاجات اللي هي يكون العيان عنده metabolic bone disease، إنه يكون ما نقدرش يكون scoliotic. مثلا ما نقدرش نلبسه اي بريس او يكون عنده external fracture يكون عنده multiple traumas يكون عنده multiple rib fractures affecting ال respiration بتاعته او يكون عنده proposed fracture site. نيجي الايشو تاني ان هو shall we fix one level above the fracture site or two levels below. كويس، at the thoracolumbar junction اللي هي ال area of the most stresses I prefer احنا نعمل two levels above two levels below. إذا كان isolated fracture في dorsal spine بعيدة عن D10 لغاية L2 فاحنا ممكن احنا نعمل one level above one level below. كذلك في lumbar في lower lumbar area. دي examples اللي صور لعينين عندهم fracture spine and different trauma different mechanism of injury عرضناهم قبل كده. ال take home points ان all fracture patterns and element of rotation or distraction are considered unstable. PLC is very important and it is the key for stability. Telics and the load sharing classification are very good to know and to use them in and the decision making. And fractures may display characteristics of one or more of the injuries mechanisms that we mentioned before. Shukran, shukran jazilan. طيب اول سؤال، we do posterior decompression in cases of incomplete or complete neurology. يعني احنا عايزين نسال على الحته دي بيه، امتى نعمل ديكومبريشن وامتى نعمل ليجامنتوداكسس؟ هل هي ابسولوتلي معتمده على النيورولوجيكال ليفل او انجري ولا لا؟ دي مدارس، لكن انا بفضل ان انت سو لونج از ان انت يو هاف ان انكمبليت انجري ان انت يو جيف ذا عيان ذا ماكسيمم بنفيت سو لونج از يو ار ان But you do decompression for every patient with incomplete injury, especially at the thoracolumbar area. يعني we go for fusion في الحالات دي أكثر، مش موجود مش موضوع fixation بس، يعني نحط graft وكده. آه طبعاً الفيوجن is a part من أي spinal procedure.
تمام. unless انك انت عندك ويدج كومبريشن فراكشر بس. تمام تمام يا فندم. احنا عايزين تبقى الاسئله يا جماعه في نطاق المحاضره يعني مش موضوع ابروتشز. طب بالنسبه للاي او سباين كلاسيفيكيشن يا فندم، يعني حضرتك قلت ان انت يعني مش بتستخدمه كتير، السبب ده ليه؟ هو يعني هو انا يوز ات بتفيدني في ايه في مع العيان؟ انا يعني مرتاح جدا للود شيرنج كلاسيفيكيشن والتيلكس كلاسيفيكيشن. تمام يا فندم. يو تو ذا ديسيجن، لكن as a terms of classification you can use Leo بس it wouldn't help you. طيب تمام. بالنسبه للجنكشن زون يا فندم، يعني هل الافضل لو احنا عندنا فراكشر ال1 او دي 12 ان احنا ومفيش نيورولوجي فهنعمل ليجامنتو تاكسس، هنعمل فيكسيشن، هل الافضل ان احنا نعمل دبل ليفل ولا مجرد ان احنا نعمل 1 ليفل اباف 1 ليفل بلو؟ يعني لو فراكشر ال1 انا ممكن اطلع لازم اطلع دي 11 وانزل ال 3 ولا ممكن ابقى اقف عند دي 12 ال1 ال2؟ لا لا، اي حاجه في الدورسو لامبر اريا من اول دي 11 لغايه ال1، يعني دي 11 دي 12 ال1 اي انجري فيهم يو هاف تو جو اب تو ليفلز اباف تو ليفلز بلو. يعني لو عندنا فراكشر دي 12 او فراكشر ال1 احنا لازم نطلع 2 ليفلز، يبقى لو دي 12 يبقى لازم نعمل نطلع لحد دي 10 وننزل لحد ال2، صح كده؟ يس. اه طبعا. طيب معلش سؤال، يعني الابروتش بتاع الاليكس كرو في الكوميونيتد ساكرال فراكشر، سوري ممكن حاجه الابروتش اوف اليكس كرو الكوميونيتد، لا لو عندنا كوميونيشن في الساكرال فراكشر هيبقى ازاي؟ او السكرال فراكشرز از ماني باترنز، انت بتتكلم على فيرتيكال سكرال فراكشرز. تمام. مش ترانسفيرس. ترانسفيرس فراكشرز يو كان يوز 1/3 تيبولر كويس اكوردنج تو ذا ليفل، يعني سام تايمز اتس اتس كومبايند ترانسفيرس اند فيرتيكال. فانت اف يو هاف ا فيرتيكال فراكشر اند يو ار جوينج تو يوز ان اليكس كروز اون بوث سايدز تو كومبرس الفيرتيكال فراكشر of the fracture sacrum. تمام. ده اللي تقصده؟ يعني لو comminuted sacral fracture، لو في comminution بغض النظر هو transverse او او vertical، يعني لو في comminution entry point هيختلف او الابروتش نفسه هيختلف ولا لا؟ لا الابروتش نفسه مش هيختلف طالما ان posterior superior iliac spine intact وان الاليك بون از intact، لانك انت داخل في البلفس مش داخل في السيكرم. انت ار جوينج تو يوز الاليك بون انك انت تحط المسامير فيها وبعد كده اهوت ويل كومبرس على الفراكشر على الفراكشر سيكرم بتو اليك سكروز. انت يو ار جوينج تو بوت تو اليك سكروز. تمام. طيب ال type of decompression بقى بيه في incomplete neurology، يعني هل anterior ولا posterior؟ يعني لو انا هعمل double anterior و posterior هعمل، يعني في ناس تقول لا احنا نعمل posterior يبقى نعمل decompression نشيل اللامينا والليجامنتم بريفم. لو ال PLC intact كويس you have to go anterior. اوكي انا قصدي لو هو incomplete. اه صح. اه incomplete PLC intact. تمام. incomplete روح anterior. كويس. لو PLC لو انا هروح posterior، لو انا هثبت anterior و posterior ومحتاج اعمل decompression، decompression يتعمل احسن في الاثنين ولا اختار واحده؟ لا لا واحد بس من anterior. من anterior. يعني دايما هفضل decompression يبقى anterior. ايوه so long as you are going anterior better to do decompression anterior. تمام. طيب لو في burst fracture ومعانا retro pulsed fragment وعامله minimal decrease في الكنال diameter، الفيت بتاعها ايه؟ يعني احنا لو عملنا يعني
الفيد بتاع الريتم لو انا مش هعمل لها فيكسيشن او ليجامنتو تاكسز، هل هي ممكن اسيبها لو هي مشيت انا كونزرفاتيف الفيد بتاعها؟ بس ات ديبندز على الليفل، والعين ده عنده نيورولوجي ولا ما عندوش نيورولوجي. احنا مش بنعالج بس الريترو بالسد فراجمنت، يعني انت عندك ريترو بالسد فراجمنت في اللور لامبر اريا كانال از فيري وايد كويس، فمش هيجرى حاجه لو انت سبتها. لكن لو انت سبتها، لكن لو انت في الدورس لامبر اريا وعندك نيورولوجي كويس، فانت يو هاف تو دو ديكومبريشن وتحاول تراجعها باي ليجمنت تكسس. تمام. طيب هل حضرتك بتحب تحط دايما بيديكل سكرو في الفراكشر فيرتبري؟ وهل لو كده نحطه يونيلاترال ولا بايلاترال؟ لا والله اي دونت بوت بيديكل سكرو في الفراكشر سايد خالص. تمام. I prefer to go two levels. لو انا محتاجه ان اكسترا سترينث I prefer to go two levels above two levels below as a standard، لان هو الفيلير ريت في ال في المونو ليفل فيكسيشن اكتر بكتير من دبل ليفل فيكسيشن. اوكي فن. طيب هل احنا لو عندنا فراكشر كذا ريب ساعتها ريب كيج اكتر من كام ريب فراكشر نقدر نقول ان لو تراسك فيرتبري مكسوره دي انستيبل، ولا دي ملهاش علاقه خالص؟ اقدر اقول ليه؟ ان هو انستيبل فراكشر ثوراسيك سباين حتى ميكانيكلي، حتى لو هو نيورولوجيكال انتاكت. لا ما ولا مش ليه فراكشر ريبس مالتيبل فراكشر ريبس احسن انديكيشن ان هو انستيبل، ان ده اساسا اتعرض لروتيشنال انجري. الريبس مش هتتكسر وبعدين الفيرتبرا هتتكسر، الاثنين بيتكسروا مع بعض. الميكانيزم اوف انجري اللي هو بيتعرض له كويس هو اللي بيحكم القرار. عشان دول يتكسروا يبقى ده اتعرض لروتيشن. لو لقيت سباينس بروسس مكسور، لو لقيت ريبس مكسوره، فده مع الفراكشر سباين معناه ان الميكانيزم اوف انجري ما كانش جاست كومبريشن وبس. تمام. ما هو التيك هوم مسج اهو، all fracture pattern with an element of rotation or distraction are considered unstable. Unstable. اوكي صح. طيب الكومباين ابروتش هنروح لو احنا هنروح anterior الاول ولا posterior الاول؟ وهل نعملها في سيم ولا سيم سيتنج ولا سيم سيتنج نعملها ولا ممكن نعمل ديلي؟ ايه ده؟ لا 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 لا. انت هتروح posterior الاول كويس؟ وانت بقى والعيان لو العيان كويس اعملهم في السيم سيتنج، او العيان مش كويس اعملهم تو سيشنز يعني. بس هو الافضل لما يكون في سيتنج يعني. طيب احنا بنشوف عيانين كتير يعني. هو في سؤال بيرس فراكشر ذات از ميكانيكلي ستيبل وذ نو ليجامنتس انجري اند كومبليت نيورولوجيكال ديفيسيت، ده يبقى ده اوبريتيف صح؟ انا بصراحه محمد الصوت واطي خالص عندي. In a burst fracture that is mechanically stable وno mechanic no ligamentous injury بس في complete neurological deficit، العيان ده الابروش بتاعه يبقى ايه؟ يعني ايه mechanically stable؟ هو السؤال كده mechanically stable ان هو لا يعني ما هو احنا خلاص احنا مفروض خرجنا من الترمينولوجي ده كويس اللي هو يعني انت تقول لي ده في الانتيرير كولم والميكانيزم اوف انجري كذا وانا هدي له سكورينج كذا كويس، يبقى تيك هوم مسج اللي هو اخر اللي هو باكارو كلاسيفيكيشن اللي احنا لازم نبقى كل الفراكشرز نمشي على حسب الكلاسيفيكيشن سكورينج سيستم صح بندر؟ بالظبط، عشان ما ادخلش بقى في الترمينولوجي بتاع دينيس ده ميكانيكال ستيبل ده انستيبل ده انستيبل بيرست ده مش عارف كذا. مفيش كده، انا بالظبط ده بيرست هياخد كذا، ده كومبريشن هياخد كذا، ده عنده نيورولوجي هياخد كذا، وافضل اجمع بوينتس وبعدين في البوينتس ديت او انا الاقي ان الديسيجن طلع لي لوحده، يبقى فاضل لي بس اللي انا اقول ده انا هروح قدام ولا هروح ورا. تمام. طيب الريموفال اوف امبلانت حضرتك بتحب تشيله امتى لو احنا هنعمل ليجامنت تاكسز؟ بعد سنة. بعد سنة. طيب. For how long
we follow a neurological status to assess either the deficit دوت progressive or not. ولا بوست اوبريتيف؟ لا لا يعني ده اول من عين يجي يعني في الحوادث. هل انا دلوقتي عملت له اكزامينشن ولقيته ان هو عنده انكمبليت نيورولوجي كويس يعني فديته احنا دلوقتي فديته, فديته ثلاثه تمام عظيم. يو هاف تو تيك ا ديسيجن على طول. انت هتاخد هتستنى على ايه؟ انت هتستنى في العيان اللي هو انت يعني السكورنج سيستم بتاعه اقل من ثلاثه اللي هو فورنان اوبريتيف ده اللي هتحطه اندر اوبزرفيشن. لكن عيان عنده انكمبليت ديته ثلاثه ميكانيزم اوف انجري كذا وده كذا ده هيروح في اللي فين في الاخر. اوكي طيب البوينت ان انت اللي احنا عاوزين نوصلها للناس ديت لكل الناس يعني ان هو انك انت لازم تعمل كذا وكذا وكذا. انك انت ممكن من كلين اكس راي تاخد قرار ان العيان ده تقدر تعمل له عمليه كويس. الديسيجن من كلين اكس راي ممكن يكون واضح جدا. انت عرفت الميكانيزم اوف انجري ايه كويس. انت شايف العيان قدامك فيه ايه فتقدر تديله سكورنج. هتقدر تقول ده محتاج يعمل عمليه مش نستنى مده طويله عشان نقول ده يعمل ده ما يعملش ده ستيبل ده انستيبل. انت خدت قرار انت عرفت كل حاجه عنه. عرفت ان هو نيورولوجيكالي انستابل وعرفت ان هو ميكانيكالي انستابل. مستني ايه؟ تمام